طبعا شباب وصلت هسه الساعة 11:10، راح اروح اشوف الارنب بعده موجود لو لا. هم عرضي للتبني وانتظرت تقريبا 5 ايام على هذا الموضوع، وهسه وصلت وراح نفوت وناخذ الارنب. هسه راح نجيب الارنب واخيرا. هسه كيوت. طبعا شباب اخذنا الارنب واموره تمام، صار صديق العالم الجديد. اخيرا وصلنا للبيت. هلا وديه محضر له مكان كلش حلو. مرحبا. طبعا مثل ما تعرفون جبت الارنب ذا البيت، سويت له انه تبنيته، هذه الطريقه اللي ممكن احصل عليها هنا. اخذت الارنب جبته البيت، اوكي اموره تمام. قعدت فتره وبعدين حسيته يعني صدق وحده يعني، فليت عنده مجموعه من الارانب، فقلت له راح اجيب لك اياه تخليه يمك. فجبناه الليث وهسه احنا منتظريه، وحتى اراويكم الارانب مالته. بس راح يجي، كان يجي ليث ياخذ العهده. وجبنا لك برنب ما ملعوب بسرقيها، جبنا لك برنب ما ملعوب. وينه وين هذا؟ لا جبت لك اياه حق فوز. وينه وين الدليل علي؟ لا دور جبنا لك برنب ما ملعوب بسرقيها. تدري هاي الجهال راح يسوي له قفايه. والله. ينتظروه. كيف ابو علي؟ هاي الشغله خلتنا هاي الداعيه. اي مدلعي مدلعي هنا. ها صديقكم الجديد عبالك مزونه. طبعا جوله لقيت قاعد يجيب اكل للارانب مالته، وصار عنده خضار، صار عنده ضيف. اي لازم نضيفه. هاي هيش باوع هيش اوراد ذني، هاي كل شيء يحبوها. حتى هاي طبعا جت وحده يمي تسوي اعشاب، فاذا تحكي لي على هاي تقول هاي تخليها بالزلافه. هاي مراميه هذا شيء. اي مثل هذه شو؟ اعتقد مراميه. اي فهي تسوي اعشاب وتسوي شغلات، تسوي بالشاي. هاي هنا همين اكو هذا البلاك بيري. المهم ذني كل شيء يحبوها ومفيده، خاصه الدور حليب هوايه. وهم هسه يعني فتره موسم تزاوج. هسه هم موسم تزاوج، فاكيد اطفال عندهم لازم اكثر من قد كان بيبي. اصلي ايش قد يكفيهم؟ كم يوم؟
هذا يكفيهم 3 ايام. طبعا هم عندهم اكل دراي فود اكل يابس بس الدراي فود مو مثل هذا، هذا طبيعي افضل. اي افضل، هم يحبوه هذا دائما يحبوه يعني، وهذا يطلع فتره معينه من السنه مو دائما. جديدة. شكرا لمتابعتكم.